الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي يشكك في سياسة حياد النمسا. فيينا تعزز مراقبة المنشأة اليهودية بعد هجوم إيران. النمسا واليونان تعززان التعاون في مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر. وزارة الاقتصاد تمنح 2000 يورو لإصلاح الشقق. ارتفاع انبعاثات الاحتباس الحراري من الطيران بنسبة 40%. وسائق تاكسي سوريين ينجحون في نصب كمين لعصابة مخربين. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا. من العناوين أنا أدهم اللجي أحييكم وأنقل لكم نشرة الأخبار لهذا اليوم وفي تفاصيلها. تحدث الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي أندريس راسموسن حول التوتر المتزايد في النزاعات العسكرية حول العالم، خاصة الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل والصراع في أوكرانيا. ودعا راسموسن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل أوروبا والنمسا، وفي إشارة إلى استطلاعات للرأي أظهرت نتائجها أن غالبية النمساويين يفضلون دعم البلد من قبل الدول الأخرى في حال تعرضه لهجوم، ولكن مع ذلك يظهر أن الدعم لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى في حالة الهجوم عليها ضعيف، مما يظهر استعداد النمسا للاندماج في تحالفات دولية. أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن تعزيز مراقبة جميع المنشآت الإسرائيلية ومنشآت المجتمع اليهودي في فيينا بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل. وأوضحت الوزارة أن التدابير الأمنية تقام وتعدل بناء على تقييم المخاطر مع التنبيه إلى حساسية الأجهزة الاستخباراتية، وبناء على قرار من مجلس الدفاع ستكون هناك زيادة في وجود قوات من الشرطة والجيش في الأماكن العامة، كما سيتم تعزيز حماية كبار المسؤولين الحكوميين والمنشآت الاستراتيجية. أكدت النمسا واليونان التزامهما بالتعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومافيا التهريب والاتجار بالبشر. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الأسرة والاندماج النمساوية سوزانا راب مع نائبة وزيرة اللجوء والهجرة والاندماج في اليونان صوفيا فولتبيسي، حيث شددت راب على أهمية التكامل ومنع الفصل والتطرف، وأشادت بالتعاون النمساوي اليوناني في هذا المجال، فيما شاركت فولتبيسي في مؤتمر حول مكافحة الاتجار بالبشر في فيينا تناول سبل مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا. أعلنت وزارة الاقتصاد عن منحة خاصة تصل إلى 2000 يورو للحرفيين سنوياً منذ بداية مارس هذا العام حتى نهاية 2025. ويشمل البرنامج خدمات مثل الطلاء وتركيب المطابخ والبلاط، وقد تم تخصيص 300 مليون يورو لهذا الغرض، فيما يتم تقديم الطلب حصراً عبر الإنترنت، حيث سيتم إطلاق موقع إلكتروني قريباً، وتتطلب العملية تسجيلاً باستخدام إيدي أوستيريا أو تحميل بطاقة الهوية الشخصية، ويمكن دمج الفواتير، ويجب أن تشتمل تكاليف العمالة بشكل منفصل. زادت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الطيران في النمسا بنسبة 40% في عام 2023 مقارنة بعام 2022 لتصل إلى 2.68 مليون طن، في أعلى مستوى له منذ 2019. وتوقعت منظمة فاوشو النمساوية للنقل المستدام استمرار الارتفاع في العام 2024، وتشمل الحلول المحتملة تقليل رحلات العمل واستخدام السكك الحديدية والحافلات واعتماد وقود الطائرات الإلكترونية المتجدد، حيث تطبق شركات مثل أسفناج وأركاديس استراتيجيات لخفض الانبعاثات، في حين تدعو فاوشو الاتحاد الأوروبي لتحسين السكك الحديدية وإنهاء الإعفاء الضريبي لوقود الطيران. نجح عدد من سائقي التاكسي السوريين وغيرهم في القبض على عصابة تخريب سيارات بغرض السرقة في سالزبورغ. وتم القبض على عراقي ونمساوية إضافة لأربعة من طالبي اللجوء من سوريا بعد سلسلة من حوادث اقتحام السيارات، حيث تأثرت سيارات الأجرة بشكل خاص،
وقام السائقون أنفسهم بمطاردة المجرمين، وأثارت سلسلة الاقتحامات القلق بين السائقين. ويشتبه في أن المجموعة ارتكبت ما لا يقل عن 46 عملية اقتحام لسيارات الأجرة في المدينة خلال أسبوعين. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ومشاهدينا نذكركم بتحميل تطبيق إنفوغراد على هواتفكم. كنت معكم أنا أدهم الليجي، أمسية سعيدة، إلى اللقاء.